صالح هي باش نتل باش نتل وكذلك نتلوني باش نتل بيت واحد نكتب لي كونجل واحد نكتب لي أكتيف باش نتلنا 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 كنت هاي كنت حاضر يكون كما قلت بعد المعلومة تكون ديما خصوصا وتكون ديما خدمة يعني شخص ولا شخصين في الداتا في الاخر ما يمكنش يريد زي الفريق كهو ندير وجدي وكذا اقتراح عندي وشوفوا انتم كمخرجين انتم المريض تقرروا وحنايا اللي تكونوا يتوحدوا كتلقاها غير المنخرطه. حنا ضد انا شخصيا ان يهزوا الناس باراشوتين، لان الخيرات كان مفتوح سنوات، ما عرفتش انت فتحتو اللي بغا يجي يخاف. هاد الناس اذا كانت عندهم سنتين مرحبا، راك درت بعدا في الولايه السابقه، جاو ناس فينا هم؟ ما نقولش الاسماء، جاو على اساس غادي نخدموا نديروا فينا هم؟ المولوديه ما كيهزوها غير موليها، انا ما كنقولكش جنان، كنقول لك كاين المنخرطين منهم يكون المكتب. والسلام عليكم. كاين الناحية القانونية اللي خاص يكون من خارجهم هما اللي في المكتب، ولكن إلا شفنا المصلحة ديال الفرقة، إلا كان الناس اللي غادي يجيو يجيبوا الفلوس للمولودية، أنا هذا ما نعرفش، لأن إلا نمشيو أنت سي محمد هو باش جيت رئيس المولودية ما كنتش من خارج المكتب. وتشتيك الباب وجيت المولد في أفورتي، دونك كما تنطقت عليك طبقوها على ناس اخرين اذا كانوا غادي يعطوا لي هذا المولوديه. هذا هو وجه نظري، اذا اللي كاين باش يجي يدعم هذا الامر، لان كاين المكتب كما قلت خاصه لان دابا كان نمشيو للناحيه القانونيه، من الناحيه القانونيه راه المكتب ديال الدار من قبل، لان واحد الشهر قانونيا المكتب ديال الدار من قبل. دابا حنا بقينا في اطار روح عائله في مصلحه المولوديه والاخرين اليوم كما قلنا. اذا مشيو من الناحيه القانونيه خاصه المنخرطين، ولكن حنا شفنا ان المنخرطين حتى هما ساهموا في هذه المشاكل، لان ما غوتوش وقت اللي كان خاصهم يغوتوا. دونك نو خاص اوبيراسيون كما نقولوا كوموندو، خاص ان كوموندو، ان كوموندو بور سوفي لو اكس تيو. هاد لو كوموندو خاصو اولا ايطال لي جوار كيما قلنا، لان نوتر ايكيب تكنيك مكتا اي سون ليميتي، سيت اون ايكيب جوست موان، ولكن الا زرعنا فيها الروح ديال الفرقه والروح ديال المدينه غادي ان شاء الله نخدو الفرقه. مادام ان النداء موجه للجميع باش ينزل المولوديه كيما هاد الجنة اللي غادي تمشي تتصل كيما قال السي خايلي، هاد الجنة اللي دار باش تمشي تتصل هاد الناس غادي تمشي باش يساهموا في هاد المولوديه، ونطلبوا منهم باش ينخرطوا. لان الغلط اللي كانوا وقع سابقا في المولوديه كان سيد مع الاسف واحد الاسم سيء الذكر، ولكن ما الذي اعتبره البعض فخر مدينه، كانت الناس تعطيه مثلا 5 مليون، ومن جاي قالوا له خير كان الله تعاون بها الفرقه. انا اللي يبغي شي واحد واحد السيد الخالق اكبر من درهم، انا نقصها لك 600 درهم مادام انه تنقول لك منخرط وتندير له الدعم ديالك راك 5000 درهم. كرهنا من المنخرطين. دونك شنو حنا باغيين نشوفو؟ انا شخصيا الناس اللي يمكن لها تساعد المولوديه وتدعم المولوديه وتفتح المولوديه، انا بدا شخصيا كمنخرط دير لي دوغي. شكرا. بالنسبه ل الاقتراح ديالي شو غاسل المدني، حنايا دابا خصنا ننزلو الجهود، ماشي المنخرطين مرحبا بهم وكل المكونات ديال المولوديه مرحبا بهم، ولكن الا كان شي واحد جديد وجا ما كانش منخرط اللي قال السي حسن وينخرط وبغى يعاود لماذا؟ وبغى يدخل المكتب لماذا؟ وكان احسن من كاع بلاد وشوف الراي كان الا كان شي واحد غير السي مدني الزعم مدني اسيدي 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 انا اعرف ربما خالد يجيب يعاون. عفوا. عفوا.
الصحافة تعاونها بشراكة وهذا الشيء يصب في الدرجة اللي
ديجا مرحبا بك. ومنا انا شخصيا نفوضوا لك ندير التغييرات اللي بغيت. شكرا. غير ناخذ الكلمه ونعطي المستر بن العجمي حتى هو بغى يدخل. الله يجازيكم بخير. نقولوا كرب دابا السي محمد هو بغى يطعم المكتب. علما ان المكتب كما قال السي حسن قال لك راه كنت طايح ياك. قانونيا حنا غير خمسه د الاشخاص. فحنايا السي محمد كيف هذا الذي يقول لي؟ لا 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 وما نحرجوش لا 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 في لا 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 ريسبكت سي شوا لا 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 أشخاص اللي غادي يجيبو ماتيريال دخلت عندهم لي بلو فالي دو سا فوا فيغ بوتيت دو غولاسيونيل المشكل راه ماشي بعد مرات هي الفلوس العلاقات بعد مرات الافكار دونك انا نهدي شفت لي اخوان بليزيوغ بيرسون يعني في المنخرطين هزو يدهم انا شخصيا نقول للاخوان تهداو شويه باش تجيب طعم هذا الكتاب استاذ بن العجمي الى هذا المكتب هذا الاقتراح اللي داروا تبع الرئيس الا ما كانش غادي يكون فيه اضافه ياك ما غاديش يكون بحال المكتب اللي كاين دابا لابد غادي تكون فيه اضافه غادي انا شخصيا ما كنعرفش شكون هما الناس اللي كيهضروا على نفس الرئيس اقسم بالله ما كنعرفهم وما عرفت شي حاجه انا لا بروبوزيسيون كي لا بروبوزيسيون خصو مكتب صحيح إذا ما كانش مكتب صحيح في المولودية راه ما يمكنش نواجهو هاد الفترة القصيرة. كاينة حاجة واحدة أخرى، إما عندو دو سوليسيون، إما نديرو مكتب صحيح اللي غادي ياخد عاد لا سيرتو في هاد البيريود اللي بقاتنا ديال لي سيمون و لي سيمون، وإما نديرو واحد الجروب بيلوت. هاد البيريود كيما جيري لا سيتياسيون ديال وهاد الناس هادو باش بيتفرقش لي سوليسيون من الاراء بزاف كاين جروب بيرونت صوبي واحد المولودية سي لو بلوز امبورتون سي صوبي المولودية وانا كنقول شي اكثر من هكذا متاكد خصنا نبدو واحد الاجراء دارتو مع السي الرئيس ولا شي حاجة ويلي السي حسن هذا واحد المولودية تري امبورتون لان بحكم الجريمة ديالو بحكم السنوات اللي قضيتها في المولودية ودوزيام ديفيزيون راه خاص واحد من الجنة اللي غادي تواجه الفرق الأخرى اللي غادي تدير لي ما إلي بيهم وصوبي لا سيتيوشن ديالها وإلا ما كناش حنا مهيئين واحد الجروب اللي غادي يواجه نفس الكونفيونس الجدار باش ما نطيحش المولودية راه خاصنا من جروب صحيح راه حكي لك قلت لكم سي حسن راه المولودية غادي طاحت في هذيك السنة راه تحكوا عليها فرق راكم ما تحكوش عليها فرق المولودية ما بقاتش في هذيك السنة ولكن هذاك الناس اللي غادي يواجهوا هذيك الفرق ما كناش خلينا لهم لو تاع عليها سي تري امبورطون هاد لو بوان اللي كنقولو كنعاودو راه خصنا نركزو على هاد لو بوان هادا باش منخليوش الاخرين يعني حتى الاخر المسؤول اللي راسنا بوحدنا ويبقاو يلعبو علينا لي بوان ديال انا خسرت وانت والاخر يخسر وسميتو اللي راسنا حنايا طايحين مع لي دوزيام ما كانش مانع.